صباح الخير، مساء الخير، أهلا بيكم دايما متابعين الكرام حسب وقتكم. إذا أعجبكم الفيديو ادعموني بالضغط على لايك. إذا أول مرة بتزوروا قناتي فضلا منكم ادعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس. فتة الشاورما، في فتة شاورما لحمة أو دجاج. أنا هعمل النهاردة فتة شاورما اللحمة. معايا حوالي نص كيلو أو أكتر شوية من اللحمة، قطعته قطع صغيرة أو شرايح بالطول. هي الحقيقة حمرة قوي اللحمة، فأنا زودت، جبت لية خروف أو لية غنم، دهن غنم، هزود بيه حوالي معلقة كبيرة، هزود بيه على اللحمة عشان تبقى فيها نسبة دهن. محتاجة معاها بصلة مقطعة أي شكل، وتوابل الشاورما هتكون ملح وفلفل ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، بيدي طعم حلو مع الشاورما، مزازة ومسكرة شوية. الرز بسمتي بني غسلته، نقعته في المية حوالي تلت ساعة، وبعد كده شطفته وصفيته من المية. انا عامله حوالي كوبايتين رز هنا. توابل الرز هتكون ملح وفلفل وكركم، هو رز اصفر والكركم هايل اليومين دول. مكعبات مرقه، ولو عندي مرقه فراخ او لحم استخدمها. قرنفل، جنزبيل باودر معلقه صغيره، لورا مطحونه، بودره ثوم معلقه صغيره، بودره بصل معلقه صغيره، معلقة صغيرة من القرفة، يعني كلها حاجات معالق صغيرة ما عدا الكركم معلقة كبيرة. دي توابل الرز. المكون الأخير هو العيش المحمص أو المحمر، حمصته بتوابل ومعلقة زيت في الفرن، وممكن طبعا يتقلي في الزيت. هبتدي أعمل الشاورما. في طاسة سخنة هحط حوالي معلقتين زيت، لأن اللحمة مش سمينة، لو سمينة هقلل الزيت خالص. هحط اول حاجة بعد الزيت ما يسخن البصل، هتبله، هخليه يدبل لكن ما يتحمرش، يفضل على لونه بس يدبل شوي. بعد كده هحط اللحمة مع الدهن اللي انا حطاه، اللي هو لية الغنم او الخروف، وممكن طبعا الاستغناء عنها لو مش عايزة ازود دهن خالص. ما بقلبهاش على طول، بستنى تاخد الصدمة من على الوش اللي تحت، بعد كده اقلبها تكمل السوا الوش التاني. ما بقلبهاش كتير عشان ما تنزلش العصارة وتحتفظ بيها جواها. خلاص اخدت لون السوا، هحط التوابل. لاحظ في نسبة عصارة خرجت منها، هوطي عليها وغطيها واسيبها تستوي. في الوقت ده هبتدي اعمل الرز، الرز الاصفر. في حلة هحط شوية زيت حسب الكوبايتين الرز، هحط تقريبا معلقتين كبار زيت، وكمان معلقة كبيرة زبدة او سمن، ممكن استعمل زيت او سمن او زبدة بس حسب الرغبة. يعني هحط الرز المغسول، اقلبه شوية يسخن مع الزيت او المادة الدهنية اللي انا مستخدمها، واحط القرنفل كمان يسخن عشان يطلع ريحته على الرز، ومكعبات المرقة عشان تبتدي تتفك وتدوب برضو مع الرز السخن. تقليبة بسيطة، وبعدين احط التوابل، ملح، فلفل، كركم معلقة كبيرة، بودرة ثوم وبصل، بودرة جنزبيل، ورق لورا مطحون، ومعلقة صغيرة قرفة. كلها توابل ترفع المناعة. أخلي بالي من الملح عشان أنا حاطة مكعبات مرقة، إنه ما يبقاش كتير ويحدق مني. مش هقلب تاني، أنا هحط المية بقى بتاعة الرز. الرز البسمتي البني بياخد مية ضعف الكمية، كوباية بتاخد اتنين مية، عكس البسمتي الابيض الكوباية بتاخد حوالي كوباية وربع او نص فقط. بس ما
بقلب شوية أتأكد إن مكعب المرقة داب، ولما بتغلي المية بوطي النار وبغطي الحلة واسيب الرز يستوي ويشرب المية يتشرب. أرجع أشوف الشاورما عملت إيه. خلاص شربت المية كمان وبقت جاهزة في انتظار الرز يستوي. طفيت عليها وحطيت دبس الرمان، هيديها مزازة وتسكيرة حلوة قوي، بيليق معاها جدا. خلاص انا هطفي عليها واستنى الرز علشان ابتدي اعمل الطبق، طبق التقديم، طبق فتة الشاورما. خلاص الرز استوى وهعمل الطبق، وتكون كل حاجة سخنة، الرز سخن والشاورما سخنة. هجيب العيش المحمص او المحمر حسب ما انا حبيت اعمله، عليه توابل بودرة ثوم وفلفل اسود يعني، وممكن ما احطش التوابل دي. العيش علشان يطرى شوية عملت معلقة زبادي فكتها بمعلقتين مية، وهرشها على العيش عشان ميبقاش قاسي اثناء الاكل، يبقى طري شوية. وفي نفس الوقت هحط الشاورما سخنة على العيش المحمص علشان البخار والسخنية بتوع الشاورما يطروا العيش كمان، ما يبقاش قاسي أثناء الأكل. الرز كمان سخن، كل ده هينزل على العيش يخليه يدوبك ملدن يعني سهل المضغ، ويبقى طعمه مقرمش شوية. الطبقة التالتة هي الرز، احط الكميه اللي تعجبك. في ناس بتحب رز كتير على شاورمة الفراخ او اللحمه، انا بفضل ما يكونش كتير علشان اللحمه تظهر طعمها في الشاورما. هساوي الطبق وهحط بقيه لحمه الشاورما اللي باقيه فوق الوش، هوزعها على وش الطبق، وكمان هزود الطبق بشوية بقدونس مفرومة على الجنبين، أو ممكن أخلطه كمان معاها. البقدونس بيبقى حلو قوي برضو مع الشاورما عموما. وهزين الطبق لأنه طبق تقديم بعود من الروزميري. كده أنا خلصت طبق شاورما فتة الشاورما. هقدم معاه سلطة خضراء المتاحة، خيار ترانشات وطماطم ترانشات، سلطة زبادي بالنعناع والثوم والخيار، وأي مقبلات جنبه. إيه رأيكم في فتة الشاورما؟ إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، وإذا أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك أو سبسكرايب، فعلوا الجرس. شكرا للمتابعة، مع السلامة.